بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دروس الدلفي لبرمجة الموبايل. درس اليوم سيتكلم على سيركل إيماج، كيفية عمل صورة في شكل دائري. العنوان واضح، وكيفية جلب صورة من URL أي من الإنترنت أو من ملف يكون في اللوكال، ذلك طبعا بالدلفي FMX وبرمجة الموبايل بالدلفي. قمنا بهذا الدرس في ليكزمارين فورمز، وكما وعدتكم دائما أن كل درس ليكزمارين فورمز سيكون إن شاء الله بالدلفي. هذا هو الدرس ليكزمارين فورمز إيماج سيركل فروم ليكزمارين. فيها الدرس عملنا الدرس لوضع الصورة في شكل إيماج، وقمنا أننا هناك مكونات في ليكزمارين فورمز لعمل هذا. من بين المكونات سيركل إيماج، لكن أنا استعملت فريم دائري وبداخله صورة بنفس الفكرة. سنعمل نفس الشيء بالدلفي بنفس الفكرة. إذا قلنا الفريم اللي عملناه في الإكسمارين فورم سيكون في الدلفي سيكون ريكتانجل، تي ريكتانجل. تريكتانجل هكذا. ثم لوضع صورة نذهب إلى فيل هنا، أي محتوى هذا الريكتانجل، ثم بيت ماب، ثم نذهب إلى بيت ماب ونلعب نضغط على إيديت لود، نحدد صورة مثلا أو نحدد هذه ونعمل اوكي. اذا الصورة موضوعة هنا، لكي نراها نذهب الى كين هنا ونعمل بيت ماب، تظهر الصورة. استطعنا وضع الصورة هنا في ريكتانجل. الان كيف هذا الريكتانجل سنعمله دائرة؟ او قبل ذلك كما تلاحظون هنا لو كبرنا هكذا يحتوي على عدة صور، مثل CSS عندما تكون repeat لابد من وضع no repeat، هكذا يضع صورة واحدة. هنا أيضا إمكانية wrap mode اللي هي نقول سواء original لوضع صورة واحدة فقط original، أي الصورة بحجمها الطبيعي، أو stretch وهو لجعل الصورة تأخذ كل المساحة. أظن هذا هو الذي نحن بحاجة إليه عندما نحدد صورة تأخذ كل المساحة المحددة في حيز مثلا الدائرة، وفي كل الصورة تأخذ كل الحيز الدائرة. أعتذر على الكلمات الإنجليزية لأني ضعيف جدا في الإنجليزية، لذلك ربما أخطئ في التسمية الصحيحة لبعض الكلمات بالإنجليزية فأعذروني. البرمجة الحمد لله، لكن الإنجليزية متصفر. اوكي. الان لعمل الفكره هي حذف هذه الزوايا، حذف الزوايا وعملها قوس. وكما نعلم انها هنا ريدويز، نعمل مثلا صوت انيماسيون، لا نريد انيماسيون، ريديز هكذا سيكونت سيكونت. كما تلاحظون هنا نستطيع عمل دائرة، نستطيع عمل تغيير شكل كما نريد، بيضاوي أو دائرة. اوكي، هكذا عملنا دائرة. أحسن من هذا، هذا هكذا عملنا في ليكزمارين فورمز، عملنا فريم ووضعنا بداخله في الباك جراوند، بداخله في المحتوى في الفيلم وضعنا صورة. أما الدلفي يكون أحسن من ذلك في بعمل سيركل. هناك مكون اسمه سيركل، تي سيركل، ولسنا بحاجة إلى ريكتانجل، مجرد سيركل وهي واجدة أو حاضرة، واجدة بالدارجية
وحاضرة. إذا بيت ماب كالعادة إيديت لود، ونختار صورة ونعمل أوكي. الصورة غير واضحة، نعمل كينج هنا ونختار بيت ماب. الصورة أتت. إذا عملنا أوريجينال سيأخذ الحجم الطبيعي، وإذا عملنا ستراتش سيأخذ كل المساحة، وهذا ما نريده. عند تصغير الصورة يصغر، أو عند التكبير يكبر كل شيء. الآن بعدما تعلمنا وضع الصورة في شكل دائري، كيف يمكن عمل لود لهذه الصورة من اللوكال أو من اليورال؟ إذا نضيف زر نفرض أن هذا الزر الأول وهذا الزر الثاني، وعمل الكود كي لا أطيل في الفيديو. سأخذ حبة حبة أو واحدة واحدة، text load from file load from URL. هنا سنقوم بجلب صورة من الـ URL من مسار معين، وهنا سنقوم ب جلب صورة من ملف يكون في اللوكال في الديسك. إذا الفكرة كيف تكون في الديسك، عملناها مع الامبي 3 مع قراءة الملف الصوتي، نفس الفكرة. نضع الصورة لتكون الصورة تيليشارجمو، أين وضعتهم؟ لنأخذ هذه الصورة ونضعها في اللوكال. ربما توجد عندي صورة، هل توجد عندي هنا الصورة؟ نعم هي موجودة هنا الصورة، وضعت الصورة في اللوكال. هذه الصورة كيف نقوم بوضعها هنا؟ بنفس كود الامبي 3، نحذف هذا أولا، نذهب إلى بيت ماب ونعمل كلير كلير. أوكي، هنا لا توجد عندي صورة، ونضغط على الزر ونأتي بالكود الذي يسمح لي بقراءة الصورة من اللوكال، وسأشرح. نسيت أين هي زر لوكال فايل هو الأول. عندي مسار باث، والباث كما قلنا يسترجع إذا كان ويندوز من مسار ليكزيكيسيون دو فيشي لتنفيذ التطبيق الخاص بنا، او من اللوكال اللي هو مسار معين في اسيت انترنال الذي نتحصل عليه بهذه التعليمه مثل ما تكلمنا في الامبي 3 درس الامبي 3. ثم نضيف الملف الصوره هنا، ثم نعمل سيركل سيركل 1 فيل بيت ماب ثم بيت ماب، ثم نضغط على ايديت في المثال، لكن هنا نعمل لود. وكما تلاحظون هنا load from stream أو from file، نريد احنا جلبها من الملف، نعمل load from file والمسار. أوكي، هنا المسار في المسار الإكزيكسيون، نختار ويندوز وسننفذ ونجرب هذا المثال. كما تلاحظون ظهرت الصورة، إذا load from file تشتغل. نجرب على نترك الأندرويد في الآخر، سنجرب نضغط نبرمج الزر ونجربهم الاثنين مع بعض على الأندرويد. الآن load from URL، كيف سيتم شحن الصورة من URL؟ إذا الفكرة هي استرجاع الصورة في شكل stream، ثم وضع هذا تلك ستريم في الصوره في البيت ماب، لان هناك لود فروم فايل ولود فروم ستريم. اذا كيفيه الان المشكل، كيف نتحصل على ستريم من مسار ملف ما؟ هذه الصوره مثلا
لنراها في الإنترنت. لو فتحنا هذه الصورة، ليس عندي إنترنت. نعيد، وكما تلاحظون هذه الصورة في الإنترنت. أوكي. الآن كيف الفكرة هي كيفية عرض هذه الصورة من هذا الـ URL. قلنا أن لابد من قراءة الصورة من الإنترنت أولا ثم تحويلها. سيتم القراءة عن طريق مكون ايدي HTTP، مكون عندي HTTP. كيف ذلك؟ هذا ستريم، نعمل الأوبجكت، نستطيع سحبه في النافذة مباشرة. ومكون بطبيعة الحال لا يعرض، لا بد من الذهاب إلى الفورم. نعم، هذا المكون معروف، سواء نسحبه مباشرة أو نعمل له أوبجكت. قلنا أننا نحاول قدر المستطاع عمل لورنتي أوبجي هنا. نصنع الأوبجكت create، نعمل get أي شحن هذا الـ URL في الـ HTTP، ومنطن شحنه وتحويله إلى stream، وهذا stream هو متغيرة memory stream. قلنا له هي t memory stream، create object آخر my stream، نستطيع تسميته كما نريد، ثم نضع هنا أي شحن هذه الصورة في هذا السترام. بعد ذلك، بعد الانتهاء، نعمل مثل ما عملنا load from file هنا، وهنا نعمل load from stream، ونعطيه المتغيرة الخاصة بنا. أوكي، سيركل رقم واحد، فيل bitmap و load from stream. بطبيعة الحال لابد من عمل try إذا كان هناك خطأ أو إنترنت غير متصلة، أو نعمل إكسبسيون، وفاينلي لتحرير الليزوبجي التي قمنا بإنشائها. عملنا كرييت، لابد من عمل فري في الأخير، لأن الدلفي هذا الشيء، المشكل في الدلفي لحد الآن لم يجدوا، لم يصححوا هذا المشكل، وهو ليبراسيون أوتوماتيك ديزوبجي. دوت نت سي شارب يكون بتحرير الاوبجكت عندما نعمل كرييت، يحررها اوتوماتيكيا عندما لا نحتاجها. اما الدلفي فيبقى مخزنها، واذا بقيت ولم تعمل فري ستملا الذاكره بالمتغيرات والليزوبجي التي وضعتها. اذا انتبهوا جيدا عندما تعمل كرييت، دائما فاينلي تراي فاينلي وفي الفاينلي فري او فري اند نيل. سنجرب الآن ثم نجرب على انظر. load from file و load from URL. الحمد لله اشتغلت الأمور. الآن سنجرب على انظر ويد ونضيف التطبيق. و هو تطبيق load from file و load from error. نعم، كان عندي مشكل في الانترنت، غير الجهاز هذا فيه 4G، ونعمل load، وكما تلاحظون عمل شغل لود هنا للوكال فايل واليورال. أتمنى أن يكون الدرس مفيد، وشكرا لكم. إن شاء الله سنكمل دروس الإكزمارين فورمز التي نحولها إلى الدلفي، ونعمل مع الكاميرا وغيرها والاسكيل لايت.